حبكم لمصر ووقفتكم كلكم معانا ومع السيد رئيس الجمهوريه في ايد واحده. احنا كلنا المبادره اسمها كده، كلنا واحد، مفيش فرق بين غني وفقير ولا صاحب شركه ومواطن عادي، كلنا عندنا اهالينا مواطنين عاديين. احنا عاملين المبادره دي عشان الناس اهالينا اللي واقفين بره اللي هيدعوا لكم بانكم انتوا عملتوا معاهم حاجه كويسه، وانتوا عارفين المدارس ومصاريف المدارس وتكلفه المدارس، واللي عنده عائلين ثلاثه بيبقى شايل هم الحاجه دي. فالعمل ده عمل تشكروا عليه وربنا هيجازيكم عليه قبل احنا ما نشكركم عليه كمان. نتمنى ان المبادره تستمر زي ما اتفقنا حق طاهر شهر لحد اخر الشهر وبنفس المستوى وبنفس الاسعار. اوعى حد يقول لك لا غالي يا حاج طاهر، انا عارفك انت مش تفرق معاك الكلام ده.